هذا اللي اعتراف مني بأن عندنا واحد التراكمات اللي هي ثقيله وكما كنقول عندنا تاثيرات شينا اللغه العربيه الشائعه هي عمال ما رفعناهم في الشارع كما قال الشوارع قلنا الشعب المغربي يريد اسقاط فساد وسيف العناوين مشينه لسوره المغرب الفساد الذي كاد يستحكم ويسيطر على كل تفاصيل حياتنا السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والخارجيه بشكل عام بشكل عام هو اللي كان من العناوين ديالو انسحاب الناس من السياسه واحتقارها واحتقار البرلمان واحتقار البرلمانيين وعزو الانتخابات الى اخره وكذلك يعني استبداد اللي بالمظاهر ديالو ايضا التحكم الذي كان يؤدي الى حلول الدوله مكان المجتمع حلول الدوله مكان المجتمع لان الدوله الناجحه في العالم الديمقراطي لا تحل محل المجتمع الدوله الناجحه تنظم المجتمع او تساعد تنظيم المجتمع وتترك المجتمع ان يتنافس في كل المجالات لكي يخرج احسن ما عنده لان قانون التنافس هو القانون الذي يخرج احسن ما عنده هذا قانون كوني غير حزب مستند عن الفكر في تقريره إذا ما كانش نزيه وما كانش في راعي القواعد العدل بين التلاميذ حتى في النظرة حتى في التحية حتى في طريقة التعامل وخلق اطلاع بأنه هناك تلاميذ مقربون من الأستاذ وآخرون مبعدين منه 2012 بأنه يعني كانت الأمور محسومة معروف اللي غادي يحكم ولا غادي يجي البرلمان ولا يجي الحكومه ولا غادي يكون رئيس نواب ولا رئيس حكومه ولا غادي يكون اغلبيه معروف هادشي كان معروف بمعنى كان المغرب يتجه في اتجاه خاطئ كان يتجه نحو كما يقول نحو الجدار لكي يصدق مع الجدار ولكن الله سلم سلم لان المغرب عنده عكس الدول اللي وقعت في الجدارات واحد مجموعه من الركائز حتى مع اشد الزلازل قوة لا ينهار هناك هذا الاسلام الجامع الرائع الذي يضم كل التعدد والتنوع المغربي ويشكل فوق الارض تنصهر في هذه التعدديه المغنيه للكيان الوطني الاسلام وسائده وروابطه مآهله خطبه جمعه صلواته رمضانه وحجه كل هذا يجعل المغرب متراص متماسك على كل السعادة ليست عندنا طائفيات ولا مذهبيات يمكن أن تنشا على خلفيتها صراعات وانشقاقات وطنية هذا الجامع الذي هو الإسلام يعطي هذا الثبات لكن لا يكفي لأن ما يكفي حتى الدول الوقعة في الجرح الإسلام هناك ثالث آخر مهم والنظام السياسي يختاره المغاربه للقرون وهذا النظام الملكي الذي يشكل كما يقول المغاربه الكبد للجميع والذي يعني مهما اضطربت واتهمت الخطوط يبقى من ركائز هذا البلد ويكون ثابتا الجامع امامكم موحدا لهذه الامور ايضا من تواجد هذا البلد ان الخيار الديمقراطي لم يكن مجرد اليوم من بدايه الاستقلال وقعت المواجهات ضد الحزب الوحيد ورفض الحزب الوحيد وعصر المغاربه في الحياه النقابيه في الحياه الشعبيه في الحياه السياسيه التعدديه رغم ان وقعت انزلاقات ومواجهات من الدوله ومن الاحزاب في مرحله معينه لكن بقي الخيار الديمقراطي والتعدد والتناوب والاختلاف وبقي من معارك المغرب في حين مجموعه من الدول انهارت تحت ضغط الحزب الوحيد وتحكمت وانهارت هذه الدول لان الحزب الوحيد سيطر والغى الاخرين وتحكم بالعقود وقعت في ليبيا بدون حزب تقريبا وقعت في سوريا كما تعرفون وقع في مصر الى اخره المغرب حافظ على هذه التعقيدات رغم صعوباتها ورغم ان التحكم دخل حتى الى الحياه الحزبيه وصار الى مشكلات في حاله غوب الدوله